تشارلز كافي مدرب المنتخب الغاني في عز ايامه في الوطن. حضور الجماهير الكبير والمسانده القويه جاءوا من كل المدن ومن كل الاقطار، نعم، سواء من اوروبا او حتى من المغرب لمسانده. فائده غانم سايس يرسل امامي لمن عندك يا مرابط، يلا يا مرابط، مرة الكره يا مرابط مغربيه الباس ريما كامارا سيرج اوري كادير ايمن كوليبالي على الجهه اليسرى بينما المحور تراوري وكانون بينما تونالي ارتكاز سيريديا ابراهيم كامارا بينما نتابع الغلطه التي ارتكبها الحارس كبو حارس مرمى توبي سون مازيمبي اللاعب الكريم الاحمدي بينما كره ونقله جميله يلا يوسف المدرب ايرفين رونار. هذه التشكيلة اللي فضلها ويحبدها دائما ايرفين رونار، نعم. هذه كرة طلاقة من مرابط، ماذا سيفعل مرابط؟ هنا يزيد في السرعة مرابط يحاول المرور الثالثة التي ستكون ان شاء الله امام المنتخب الجنوب الافريقي الذي دار بجزاء. سنتابع الركنية لفائدة المنتخب الايفواري. حديث عن امكانية عودة نصير المزراوي ليكون الظهير الايمن خلف نبيل درار، ولكن ايرفين رونار متشبث باللاعب نبيل درار بن سيرجوري وبالتالي سيمدى مباشرة لديرار. شوف الإعادة، يا سلام يا بلندا، يا سلام على الباس رائع جدا على جهة اليمنى لأبي درار. درار كان فرصة الحكم 19 بمصر هنا بملعب السلام، بردا وسلام على الجماهير المغربية ولاعبي المنتج على حارسي المرمى كبو. وصلت الكره في الجهه اليسرى، يا سلام على الثقه ويا سلام على التركيز ويا سلام على الكثير والكثير. يتصدر السنغال لازم يبقى وزياش انطلاقه من نور الدين مرابط، ماذا سيفعل نور الدين؟ المراوغه الاولى، المراوغه الثانيه، فرصه والثاني مشى والباس هيا يا يا راسي. قلت بان ايرفيرونار بسيدان عن تناول يامبارك هاتش يانصيري، ادخل يانصيري، سدد يانصيري وكبوب تاريخي لدوله زامبيا، نعم. اللقب الكان اول مره في مسار مع الثعلب الرك واكثر ربح غانم سايس قام بالواجب بينما الكره العرضيه هنا في اتجاه لاعب يوسف انصيري، دائما عندنا المساحه وعندنا الكره وعندنا المجال لنضغط من جديد. مبارك بوصفا يلعب لحاكم، يلا عليها يا حاكم، عليها يا حاكم، عليها عليها بن عطيه. اول اختبار لك يا بن عطيه واول تدخل لك ناجح يا بن عطيه. امشي 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 بسرعه، سير يا خويا سير، سير يا خويا سير. الباس عن زياش، زياش يلا يا زياش، بدع يا زياش. والمدينه ديالو لا شوف الاعاده للسلام من زياش، ينطلق زياش كعادته باليسرى لبش له لعب نصيري، نعم. هدفه السابع ياسين بونو في حراس المرمى، بن عطيه حكيمي الاحمدي بوصوفا درار بالهندسه زياد يلعب مباشره لفائده لاعب كيسي. ضاعت يا كيسي والتحرك بسرعه والخروج بسرعه من كيان سيري يلعب سريعا ليك نايم يا بيبي، خليك في سبات يا بيبي. في عم عطيه وسايس وكذلك نصيري، التحليل كان على القائم الاول، ربما بن عطيه هو من كان مقصودا بهذه الكره. شوف بن عطيه كيف يتحرك، ذا كان ياخذ حدرو بعد دخول لاعب كورني وكذلك والفريل بوني كيوسرا، هو متميز بالقدم اليمنى في التسديد. تمشي الكره لعناصر المنتخب الوطني المرة ممتازة بفرع كبير يا بن. فرصة فرصة يا ديرو في هذه على التقدم بهذا الشكل والفراغ الكبير في الوسط بالعيدة ليخلي المنتخب يخلي الكرة الدور، يخلي الكرة الدور ويخلي وسط الميدان. شوبا مباشرة لمرابط، مرابط مرابط والراسية نصيري، الكرات اللي ينتظرها نصيري، حطها له حطها له على المقاس، جابها له على الراس براسه. أنا حكيمي قال الامور بخير يا زياش. الان بوفال جا دور بوفال في الربع ساعه، يبغي واقعيه، الكان يبغي واقعيه، الكان يبغي تنظيم، الكان يبغي شراسه التيكي، كل عوامل شارت رقم شيخ المدربين كلود لوروا الذي حضر في 9 مناسبات. كلود لوروا اللي عنده لقب في الكان عام 8 اسود، لم يتبقى الا 5